المادة 10 تعمل الدول الأطراف بشكل جماعي أو ثنائي على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها وتقديم الدعم والمساندة في حالة الطلب لأي دولة طرف وفقا لظروف الدولة والدول الأطراف المطلوبة منها وذلك لمواجهة الاضطرابات الأمنية والكوارث. الآن سؤال دكتور وهذا أعتقد سؤال واضح. هل يمكن جلب قوات خاصة من دولة خليجية لمكافحة مظاهرات في الكويت بناء على نص المادة هذه؟ والله إذا أرادت دولة الكويت أن تدعو ورأت أن هذه الاضطرابات الأمنية يعني كارثية من حقها أنها تطلب. من حقها أن تطلب، خلينا عشان نكون واضحين. نعم. للكويت بناء على هذه الاتفاقية حق الطلب من دول خليجية أن تجلب منها قوات خاصة لقمع جهات تشارك في مظاهرات خارجة عن القانون. والله إذا كانت إذا أنت واضح. تصفها خارجة عن إيه. القانون إيه. هذا وصف بالعكس. الدولة مو وصفي أنا. لا هذا وصف الدولة. الحين طرحت سؤال محدد. إيه. إذا دولة الكويت رأت أن هناك اضطرابات أمنية خارجة عن القانون. أيوة. الكل سوف يدعم الحكومة. سوف يدعم الحكومة. الكل يدعم الحكومة في القضاء على أي اضطرابات. جميل. خارجة عن القانون. رأت وزارة الداخلية في الكويت أن مسيرات كرامة وطن كانت خروجا على القانون وتعارضا مع القوانين المعمول فيها. لو كانت هذه المسيرات بعد هذه الاتفاقية، هل تملك الكويت أن تستجلب قوات خاصة لقمع المظاهرات، مظاهرات كرامة وطن؟ أنا ما سمعت وزارة الداخلية قالت هذا خروج، قالت هذه مسارات غير مرخصة وخارجة عن القانون. أنا ما لم أسمع بهذا الأمر. لا أنا أقول لك إذا كانت هذه المظاهرات خارجة عن القانون فيجب إحنا نمتثل إلى القانون. حلو. يعني هي وصفت في ذلك الحين. أنا يعني لما تسألني أنا عن عقيدتي في المظاهرات، نعم، أنا أرفض هذه المظاهرات نهائيا. نعم. وأنا بنفسي كشخص أرى أنها خارجة عن القانون. إذا قالت الدولة أن هذه وزارة الداخلية ونزلت بيان أن هذه خارجة عن القانون وقدمت للمحاكمة أو قدمت المحاكمة أفراد وأتت أحكام تقول أن هذا الخروج خروج على القانون فعلا، فأنا لا، هي قالت في بيانها بينما القضاء أصدر أحكام بالبراءة. قد يكون القضاء أصدر أحكام بالبراءة، أحكام في الإدانة، قد يكون. السؤال قبل ذلك، عندما ترى هي قبل اللجوء للقضاء ومعرفة هل هذا الأمر قانوني أم لا، للكويت، لدولة الكويت أن تستجلب قوات خاصة من دول خليجية أو سميها ما شئت أي قوات أخرى، على أساس تستجلبها؟ إلا إذا كانت خارجة، أنت تقول خارجة عن القانون. لحظة، هي تقول، لأن هي بيان وزارة الداخلية في السابق في مسيرات قالت أن هذا خروج عن القانون. طيب. هي قالت مش أنا. هل عندنا كوارث أمنية؟ راح أقول لك. في حالة الطلب لأي دولة طرف وفقا لظروف الدولة والدول الأطراف المطلوب منها وذلك لمواجهة الاضطرابات الأمنية والكوارث، هل مصطلح الاضطرابات الأمنية مصطلح منضبط؟ والله لا أعلم. أنا الآن يعني حضرتك سؤالك يجب أن يكون محدد. أنا هالحين اضطراب أمني يعني شنو أنت تقصد فيه؟ شنو يعني خروج أفراد ولا كوارث وترتب عليها اضطرابات أمنية؟ أنا قاعد أقول لك هل هو مصطلح منضبط؟ إذا كان كوارث الكويت ستطلب من كثير، مش من دول الخليج، من دول العالم جميعها. مو كارثة، وقال اضطرابات أمنية مو كارثة. شنو المقصود إذا كان اضطراب أمني؟ فالاضطراب الأمني لا يترتب إلا على مخالفة قانون. حلو. إذا كان القانون الكويتي يسمح في المظاهرات وفي هناك نصوص واضحة تسمح بالمظاهرات، ما فيها أي اضطراب أمني هذا، ولن تستجلب يعني قوات لردع والله مظاهرات ما تخرج وفق ما ندري الحين. لا الحين ما ندري، احنا النص واضح وصريح. دكتور شنو تعليقك على المادة هذه؟ أعتقد السؤال ما كان واضح، يعني ما تكلم عن خروج على القانون، ما في أحد يؤيد خروج على القانون. وهذا عودا على بدء مثل ما يقولون أساتذتنا يعني في الكتب الفقهية، أن احنا ما نتكلم عن خروج عن القانون، نتكلم عن في حاله الكوارث. هذه كوارث تقريبا اكثر ما تذهب الى كوارث واضحه. الاضطرابات الامنيه، بتصور ان الاضطرابات الامنيه اكثر من مجرد الخروج عن القانون، وان كان احنا ما نتكلم عن خروج عن القانون كمبدا. فبتصور ان هذه الماده تتعلق عن حاله دخول الدوله تدخل دوله فيها في اضطرابات امنيه. وهذا فعلا يمكن واحده من المسائل اللي اذا كان في هناك اتفاقيه مثل هذه الاتفاقيه ستقبل، لابد انه يكون في قانون يبين ما هي الاضطرابات الأمنية هذه. متى نكون أمام اضطرابات أمنية؟ متى نكون أمام حرية تعبير ورأي؟ أنا راح أسألك نفس الأسئلة اللي وجهتها. بتصور معلش تحملنا شوي، لأن الناس محتاجة أنا تعرف. طبعا هذا وجودنا إحنا لهذا السبب. هذا هو السبب. وبعطي نفس الفرضية. مسيرات كرامة وطن
ليش تربطها انت بكرامه؟ انا هذه اعطي فرضيه، انا هذه فرضيه. لا يعني هل الفرضيه ان كرامه وطن تثير يعني مثلا اضطرابات؟ لا مو تثير. وزاره الداخليه اصدرت بيان في ذلك الحين بانها هذه مسيرات خارجه عن القانون وغير مرخصه، وتعاملت معها القوات الخاصه الكويتيه بطريقه شاهدها الجميع، البعض يرى بانها قمع، البعض يرى بانها خروج او يعني تعسف استخدام القانون. في ذلك الحين لو كانت هذه الاتفاقيه مطبقه، هل تملك الكويت حق استجلاب قوات خاصه من دول خليجيه بناء على نص هذه الاتفاقيه؟ طبعا اذا وصلت الى تعريف ما يحدث بانه اضطراب امني وفقا للكلمات هذه والصلاحات الغير منضبطه، بطبيعه الحال هذه تكون واجبه التطبيق بالحاله هذه. لكن ايضا لا ندخل في شقه السياسه، انا ايد الدكتور الجزئيه هذه، لا ندخل في شقه السياسه. شلون ما ادخل؟ لان الاضطرابات الامنيه هذه ما تكفي او يعني ما توصل الى ان احنا نستدعي قوات معينه. يعني عندك مرسوم القانون هل يرتب اضطراب امني؟ من اللي يقول خروج على القانون؟ طيب اذا كان في خروج على القانون هذه جريمه بحد ذاتها. واذا الكويت حكومة الكويت، أنا بريحك من هالفرضية، خلي الاتفاقية على جنب، حصل اضطراب أمني، أنا بنظر الاتفاقية؟ لا. بأمانة أنظر الدستور، بنظر الاتفاقية؟ أنظر الدستور، أنظر إلى أمني. ما راح ترجع الكويت، يعني ما حكومة الكويت ولا حكومة البحرين ولا حكومة السعودية لن يوجد عائق قانوني أمامها إذا أرادت أن تستجلب قوات من أي دولة أخرى. لن يوجد عائق إذا كانت لا تؤمن بالقانون. النظام نفسه اذا كان لا يؤمن بقانونه لن يجد. لا عفوا دكتور، يعني نتكلم عن دوله دستوريه قانونيه، يعني راس الدوله واخر مواطن فيها يقول باننا دوله قانون ودستور. طيب حلو. القانون والدستور يقول بان الجميع يعمل في اطار هذا القانون وهذا الدستور. الان هل تملك الكويت ان تستجلب قوات خاصه لإيقاف مسيرات ومظاهرات قيل ببيان وزارة الداخلية بعد قمعها بأنها خارجة عن القانون، وتم تبرئة القائمين بهذه المسيرة؟ هل تم تبرئتهم؟ نعم، صدرت أحكام كثيرة. وهل تم إدانة آخرين؟ ما سمعنا. لا تم. احنا قاعد نتكلم عن اضطرابات أمنية ولا نتكلم عن خارج وزارة عن القانون؟ هي وزارة الداخلية. ماشي ماشي ماشي. أنت الآن تتكلم عن مظاهرات. نعم، تكلم عن مظاهرات. نعم. وصفت الوزارة الداخلية هذه المظاهرات بأنها خارجة عن القانون. نعم. شنو علاقتها في المادة؟ شنو علاقتها في المادة؟ علاقتها واضحة، ذلك لمواجهة الاضطرابات الأمنية. هل كرامة وطن أحدثت اضطرابات أمنية؟ هل وزارة الداخلية تعرف تستطيع أن تضبط المصطلح هذا؟ هل حصلت اضطرابات أمنية؟ إذا حصلت اضطرابات أمنية يبقى السؤال ليش تخرجون؟ انتوا قاعد تترتبون. لا انا راح اسالك سؤال، راح اسالك الامر الثاني. ان حصلت اضطرابات امنيه لا قدر الله، لن تجد حكومه الكويت عائق بوجود مثل هذه الاتفاقيه، او بتقول لي لا حكومه دوله الكويت تنتظر هذه الاتفاقيه حتى تطلب التدخل. راح انا اسال السؤال هذا، ما راح انا اللي اجاوب عليه، الدكتور جاوبنا. من يملك تعريف الاضطرابات الامنيه؟ وفقا لهذا النص الدولة، والدولة هنا يقصد فيها السلطات التنفيذية، الحكومة. يعني الحكومة هي اللي راح تضبط، هي اللي راح تضبط تعريف الاضطرابات الأمنية. بالضبط. بس في إطار من المراقبة حتى نكون يعني واضحين من الجهة. نصل المادة الأولى. أولا الجهة الأمنية عندما تنظر بأن هناك أو عندما تبت أن هناك اضطرابات أمنية بمجرد اتخاذ اجراءات معينه راح تكون يعني مراقبه من مجلس الامه باعتبار انه يقوم على الاساس السياسي. ومثل هذه الاعمال تحت رقابه القضاء كذلك. اسالك سؤال طيب. مباشر على اساس انه احنا في السياق. نعم. في السياق نصوص الدستور هل تتضمن عقوبات على السلطه التنفيذيه؟ هل تتضمن عقوبات؟ شنو مصدر او اساس الالتزام الاخلاقي من قبل السلطه التنفيذيه او السلطه القضائيه او السلطه التشريعيه في قواعد الدستور؟ السخط الشعبي، رقابة الرأي العام، واحدة من رقابة المجتمع الكويتي. إذا كان مجتمع حي يولد رقابة، فتخشى السلطة التنفيذية. وإن كان هناك رقابة سياسية وقضائية يعني النصوص أول وتالي أول وتالي هي يجب أن تتخذ بحسن نية وليس بسوء نية. بحسن النية يتم تفسيرها، بحسن النية تصير الأمور. أما أني أنا أحمل سوء نية ما راح أخلصها. بس جزئية لما نتكلم عن الشق الامني، وانا اعتقد هذه حقوق الافراد وحرياتهم، والان قاعد اتكلم عن الحق في التعبير، وتاتي بكلمات فضفاضه على الاقل في الصياغه في نصوص يعني في جعل هذا النص في ميزان الدستور وغير الدستور، اعتقد انه يبي له انضباط اكثر. يعني خلينا نتفق ان الاضطرابات الامنيه
ليست معرفة بشكل محدد. يعني بتصوري لو أضيفت شيء أضيف شيء من التفصيل لكلمة الاضطرابات الأمنية، ما هي بالتحديد، ما الدرجة التي يوصل لها الفعل، أعتقد يكون أكثر وقوع. دكتور أنا بكون صريح وياك، نعم. أساس أنا الصراحة أساس أنا أترك اللغط هذا. نعم. قامت الحين بكرة وصارت مسيرة. قالت وزارة الداخلية هذه اضطرابات أمنية، بيجيبون لنا قوات خاصة من دول خليجية يملكون الحق هذا بالنص. نعم يملكون الحق هذا، أعتقد أن الأمر واضح، يعني مو محتاج، لا هم اللي يعرفون. لا تنتهي هم اللي يعرفون.